هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، فهم البعض من جوابكم أن ممارسة كرة القدم مباح إذا لا تمنع من الصلاة، فنريد التوضيح أكثر جزاكم الله خير. ما عندي توضيح غير ما قلت. نعم، مباراة في كرة القدم مباحة بشرطين: ألا تشغل عن واجب، وألا يكون فيها محرم، ولا يؤخذ عليها عوض، ما يؤخذ عليها جوائز ومسابقات، وإنما هي تقوية للبدن فقط، لا بأس بها. نعم.